بيان هام للجنة الرئاسية بشأن الشبوة وإسناد مهمة تأمين الخط الدولي عتق العبر لقائد محور عتق. نشاهد ما نص هذا البيان بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أصدرت اللجنة الرئاسية بيانا هاما بشأن أحداث مؤسفة في محافظة الشبوة. ودعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية بشأن الأحداث المؤسفة في محافظة الشبوة كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا مع قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي. وشددت اللجنة بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع، على الالتزام بعدم العودة لإخلال بأمن واستقرار المحافظة، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة والإخلال بأمن واستقرار المحافظة وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف وفقا لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها التي لم تشارك في الأحداث. وأكدت إلى أهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في محافظة، وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها. وأشار البيان إلى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة، إرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية ووزير الدفاع لإقرائها على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة، لافتا إلى أهمية أن تسند مهمة تأمين الخط الدولي عتق العبر من نقطة النعضة إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي، ولتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور ولضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.